النوع الثالث اللي هنتكلم عنه في غشاء البروتينيوم هو البروتينيوم ليجامنتس، وهي عبارة عن أربطة بتوصل الأعضاء ببعضها أو بتوصلها بجدار البطن. والحقيقة أن البروتينيوم ليجامنتس مش أربطة بالشكل التقليدي المعروف لكلمة أربطة، ولكنهم اتسموا بالاسم ده طبقا لوظيفتهم لأنهم بيوصلوا عضو بعضو. إنما البروتينيوم ليجامنتس عبارة عن مناطق مميزة من الميزنتري وبتتسمى بناء على اسم الأعضاء اللي بتوصلها ببعضها. فعندنا مثلا الجريتر أومنتم بتحتوي على 3 مناطق مميزين بأنهم بروتينيوم ليجامنتس، وهما الجاستروكوليك ليجامنت والجاستروسبلينيك ليجامنت والجاستروفرينيك ليجامنت. التلات أربطة بيوصلوا بين الجريتر كيرفيتشر والفاندس أوف ذا ستومك وبين كل من الدايفرام والإسوفيجاس والهايلم أوف ذا سبلين والترانسفيرس كولون. أما بالنسبة لليزر أومنتم بيحتوي على كل من الهيباتوديدونال ليجامنت والهيباتوجاستريك ليجامنت، واللي دورهم انهم بيوصلوا الاستومك والديودينم بالليفر. والباقي من البروتينيوم ليجامنتس اللي هنتكلم عنهم النهاردة خاصين بالكبد، وهم الراوند ليجامنت او الليجامنتم تيرس والفالسيفورم ليجامنت والكورونري ليجامنتس. الراوند ليجامنت او الليجامنتم تيرس هو عبارة عن بقايا لوريد جنيني اسمه ليفت امبيليكال فين اوف ذا فيتاس، بيمر من أسفل الفالسيفورم ليجامنت لحد ما يوصل لسرة البطن. والفالسيفورم ليجامنت بيمر من الكبد لجدار البطن الأمامي والحجاب الحاجز، وبيكون خط بيقسم الكبد تشريحيا لفص أيمن وفص أيسر. أما بالنسبة للكورونري ليجامنتس هي أربطة محيطة بالقطب العلوي للكبد وبتوصله بالحجاب الحاجز، ده غير إنها بتكون حدود الباحة العارية للكبد اللي هي بير اريا اوف ذا ليفر. وده جدول بيوضح لنا كل البروتينيوم ليجامنتس واماكن تواجدها،